السلام عليكم أحبائي. اليوم إن شاء الله راح نراويكم شلون نصور الماكرو فوتوغراف، التصوير القريب، يعني يكون قريب جدا، يعني بعد سنتيمات تقريبا، أو بحجم سنتيم أو سنتيمين أو ثلاثة يكبر الكياب صورة يكون واضحة. أكو طرق عدة، هي أكو طرق مثلا الكاميرا، يقلبون الكاميرا هسه من بعد ما أبدل الكاميرا هاي، حتى أراويكم شلون العدسة، يقلبون العدسة ويخلوها بالعكس، يعني يقدرون يصورون هذا التصوير مايكرو فوتوغراف. واكو وصلات مثل هذني الوصلات، احنا نثبتين هاي عندي 3 وصلات، انتو حسب الكبر تريدو المسافة يعني، ويتشكل بالعدسة. بس اني اليوم راح اراويكم ان شاء الله كل الوصلات هذني اركبهن حتى يكون عندي تصوير كلش قريب، يعني مثل هذا راح اركبهم بالكاميرا بعد ما هسه راح اراويكم الكاميرا شلون تثبيته. هذا كله راح اثبته واثبت العدسه وياها هنا، تكون المسافه هاي كلش كافيه تقرب لي، يعني اصغر شيء حتى ذني اللي كنسميهن شذرات او الحجرات تكون قريبه كلش. او هذا الوجه يعني على شكل معدن، هذا راح يقرب النهاية ومو واضح هو طبعا. وهنا راح اراويكم، هنا طبعا اكو كلش يعني بالهاي العدسات شفتها بالوصلة هاي، فتحات بذني الحجرات، وبيهن اكتشفت يعني بيهن اكو حجر صغير تصير جوا، يعني هسه ما مبينه كلش، بس بالوصلة هذه ونقربها بس هاي مبينه شوية كبيرة، بس اكو هنا ثقوب وبهن حجرات صغار، يعني كلش صغار، يعني بالطبيعي ما شفتهن، يعني من قربتها لاحظتها وراح اراوكم اياها خلال الفيلم. هسه هاي العدسه الطبيعيه مال الكاميرا احبائي راح افتحها، وقلت لكم شلون بعض الاخوه او يصورون مايكرو فوتوغرافي يقلبون هاي العدسه، لكن هنا لازم العتله هنا يثبتوها، وتكون صعوبه والمسك بالايد هذا تكون صعوبة، فهاي الوصلات تعوض. اول مرة نخلي الوصلة هاي 3 وصلات بيها، فاني قلت لكم يعني انتو تقدرون تخلون هاي الوصلة كلهم 3، تقدرون تخلون واحدة او 2، انتو حسب المكان المقياس او القياس الكاب الصورة تريدوها. هذه على هذا، ويكون على هذا التصوير. من بعد ما تثبت الاعدادات لان تخليهن انت حسب ما تريد، او لان يريد لها شرح هذا يعني وقت، بس تخلي الاعدادات وتقربها. وعندي هذا المرجان والعاج، هذا المرجان الاحمر والعاج، راح شلون اقربها شوف ذني، طبعا كلش ناعمات اذا يقربها المصور وشوف كلش ناعمات. وحتى هذه العاج الطبيعي راح اقربه وراويكم ذني النقشات بيكون اقرب. وهذا هم من النوع الثاني، هذا المرجان الابيض والعاج، هذا هم من راح اراويكم ذني نصورهن ونراويكم بالتقريب مالته ايش قد راح يقرب لي، يعني كلش كلش قريب. هسه اذا يريد يجي المصور من هنا ويراويكم، هذا راح اكون انا هنا راح اراويكم على هذا التقريب، شوفوا يعني هاي الحبيبات شلون اوضحها. هذا الاحمر همينه اذا يقربها، وحتى هذا العاد شوفوا اللي شلون يكون، واني راح اوضح لكم اياه خلال تصويري بالفيلم، يكون قريبة جدا يعني بعد السنتيمات وتكبر لي. وهذه الأحجار راح أصورها من المعادن، وإن شاء الله راح أراويكم فالصور ترضيكم وجميلة. والمايكرو فوتوغراف أحبائي يعني هو عالم تصوير جميل جدا، يعني إذا تدخل للحشرات وتصورهن، حشرات الصغيرة، الجراد مثل ما يقولون، حتى الذباب، حتى البعوضة، أو العنكبوت سبايدر، يعني نشوف اكو عيون اله طبعا معروف، وعنده عيون كلش
عددها هذا وتصورها وتقربها راح تشوف تكتشف امور هواي، حتى الشعيرات البسيطه انا راح اصور لكم همينة شعيرات مال دب طبيعيه راح تشوفوها شلون تقريبها وشلون يصير شكلها، وتصوير يكون بي قلت لكم عالم جميل هو هذا المايكرو فوتوغراف كل الجميل، يراوين الاحجار وشلون تكون الوانها والمعادن، وحتى هذا الخاتم راح اصور لكم اياه راح تشوفون من خلال صور لقطات كل الجميله. يعني اذا تجربون هذه خاصه اللي يحبون التصوير بشكل القريب كلش راح يجربون ويكتشفون من خلال الممارسه. انا اقول لكم هذا الحكي كله ما راح يفيد مثل ما انتم تمارسون بايديكم راح تجربون وراح تكتشفون اشياء هوايه من خلال ممارستكم. فهسه انا وياكم راح اراويكم هسه مثل ما تلاحظون انا جاي اصور هذا الوجه، يعني شوف الدقه مالته والصغر مالته كلش، يعني اصغر من اظفر الصغير مال الاصبع الصغير. احاول اصوره مثل ما قلت لكم عليها. هسه انا جاي يعني اثبت هذه الكرتونه مثل ما قلت لكم عليها، وعدي هاي الاناره جاي تطلع. شوف هسه اذا احرك الكرتونه بعده طرق راح تتغير عدي الاناره على هذا المكان حتى اصل للمعدن هذا الحجر معدن راح اصوره. شوف عدي مختلفه هسه حتى الالوان. بعد ما ثبته شوفوا اعزائي انا حبيت اراويكم كل شيء، هاي حطيت الوان لا يعني مال فايل مو طبيعيه، يعني اي شيء لون خلفيه يصير. انت تقدر تبدع بالصوره تخلي لك فد خلفيه اي لون حتى تظهر الصوره بشكل اجمل، تختار خلفيه. هسه انا خليت خلفيه هذا وهذا الرصاصي حسب الاريده، وامرار تتخلي هذا اذا يكون عندك ستاند صغير اكون احسن، امرار تخلي هذا الثاني خليته صبعي كستاند كستاند هذا او قاعده. هسه احنا من نشتغل يا سبحان الله الطيور تبدي هم شغل عشان السالفه هي حلوه اصواتها انا احبها. شوف احكي سكته هسه هذه هذا المحرار على شكل محارة يعني مرتبة بس بها حركات حلوة أنا حابة أصورها بالنفس المحار هذا أو القاعة. هسه أحاول أقربها قد ما أقدر بهذه الوصلات. هسه هذا الحجر الأخضر أو الأزرق فاتح احاول اصوره قريب. ليش اخطات الاخضر والاصفر همينة ترتيب الصبار مثل ما تشوفون اصفر واللون الاخضر راح يصير مثل ما قلت لكم اللون الاخضر خلفيه له. شوف هسه من اقرب العدسة وبعدها شلون عندي تطلع الدقة بهاي المواصلات مع المايكرو فوتوغراف. وعندي هاي الاحجار راح اصوركم اياها، واذا تشوفون ذني نتوءات الزغار بيها هم حجر صغير راح ابينه كلش صغير هذا ما اعزائي مثل ما تشوفون انا هذا راح اصور السنون مال تهمينه، هذا راس تمساح محنط صغير، وهذا عندي الشعر مال الدب الصحيح، هذا عنده حجر على شكل دب بس هذا الشعر صحيح مال فروه مال الدب، راح اصور همينه
بالهذه تقريب الصور مايكرو فوتوغراف، وراح تشوفوها شلون الدقة مالتها او الجمالية مال التقريب. فهسه انا وياكم راح اراويكم الصور واحده واحده وقربها.